كده سيبناه لمدة مثلا 6 7 ثواني. خلاص بعد كده هنعمل كده، بصوا النتيجة مفيش اي حاجة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وفيديو جديد وريفيو جديد، بقالي كتير جدا ما عملتش ريفيوهات، قلت بقى اطلع بريفيو. بصراحة الفيديو ده كان حد طلبه مني من المتابعين، فقلت اقوم اصوره لها. كانت طالبة مني مزيل ميك اب يكون كويس وسعره مناسب، فالنهاردة في فيديو النهاردة هنشوف الريفيو ده. وعايزة اقول لكم كمان، لو انت اول مرة تشوفين ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتدوس على الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا نشوف باقي الفيديو. النهارده هنتكلم على مزيل المكياج بتاع جارنيه بس البينك. في واحد تاني لونه اصفر اللي هو بيبقى نص ميه ونص زيت، ده بيبقى مخصوص للميك اب اللي هو ضد الميه. ده انا بصراحه ما استخدمتهوش، فانا هكلمكم على انا استخدمته كتير. يعني ده انا استخدمته كذا مره، ودي مش اول عبوه انا اجيبها. فهنتكلم النهارده على البينك. زي ما انتم شايفين كده اهو، بصوا هنشوف بس مكتوب ايه الاول، اللي هو خالي من الكحول ومصمم لتفادي الحساسية، وهو للوجه والعين والشفاه وخالي من العطور، وكمان بيقول لك بيزيل المكياج وينظف ويلطف ولا يغسل. هنشوف كل حاجة مكتوبة وهنشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. ده مش اول مرة استخدمه، معنى ان انا قررته معنى ان هو حلو. بس هقول لكم على كام حاجة كده تاخدوا بالكم منها كويس جدا. ده بالنسبة لإزالة المكياج هو ممتاز جدا، وهوريكم كمان شوية للاي شادو والايلاينر بيزيلوا ازاي وطريقة استخدامه، لان الناس كتير بتستخدمه غلط وبتهدر منه جامد جدا. هقولكم على طريقة تستخدموه بأقل كمية وتشيلوا احسن او كمية كبيرة من المكياج بطريقة كويسة العبوة جدا. دي اللي هي 400 ملي وبيقول لك 200 استخدام، بيستخدم 200 مرة، فهو تقريبا يعني هو بيحسبوها اللي هي كل مرة يعني زي نقطتين على القطنتين للعين مثلا او حاجة، فهي بتتحسب كده. فمش هنقول ان ده اكيد وكده، لان على حسب استخدامك وعلى حسب كمية المكياج اللي انت حطاها. مثلا لو واحدة بتستخدم ميك اب فول ميك اب على طول، فهي هيخلص معاها بسرعة، لان فول ميك اب يبقى محتاج الوش كله والعين وحاجات كتير قوي، فهتستخدمي كتير. لكن لو انت مثلا من نوع الميك اب الخفيف، او اللي انت بتنزلي تحطي ماسكارا بس وايلاينر، فده هيقعد معاكي حبة كتير جدا. فهو على حسب استخدامك، مش اكيد يعني 200 استخدام، فممكن يبقى اكتر ويمكن يبقى اقل. طيب بالنسبة ليه هو للوجه والعين والشفاه، هو فعلا للعين ما بيحرقش تماما ولا بيلسع ولا بأي حاجة، فظيع تحفة جدا، ما بيسببش فعلا اي حساسية لأي نوع بشرة. هو مفهوش كحول ومفهوش عطور، فهو فعلا في النقطة دي حلو جدا للعين، وممتاز ممتاز ممتاز في ازالة المكياج بطريقة كويسة جدا، وهوريكو الطريقة ازاي. وهنا بيقول لي كمان ان هو لا يغسل، اللي هو بمعنى انك هتستخدميه تحطي في القطنة وتمسحي بيه وشك، مش مضطرة انك تغسلي وشك. لكن الكلام ده مش مظبوط تماما، الكلام ده مش حقيقي. لازم بعد ما تستخدميه تغسلي وشك، لان بعد ما تستخدميه وهتكوني شلتي المكياج هتحسي ان وشك هتحسي ان ملزق، وشك ملزق في طبقة عليه. لازم تغسلي وشك بعد استخدامه. هو فعلا هيشيل المكياج بنسبة كبيرة جدا، ولكن لازم تستخدمي بعديه غسول لوشك وميه فاتره، لان هو بس لا ما هنبقى بنضحك على بعض. هيشيل المكياج، لكن المكياج لما تكوني حطاه على وشك ما ينفعش تروحي تغسلي بغسول بس، هيبقى عليه بواقي كتير. لكن ده اول خطوه، هتستخدمي ده هتشيلي كميه مكياج كبيره جدا، بعد كده هتغسلي وشك بغسول الوش او منظف الخاص بيكي بالميه. لكن ده بس لا، هيسيب طبقة على وشك مش هتحبيها ابدا. حتى لو انت حسيتي انك بيه هو استخدمتي او مسحتي كل المكياج، لكن هتلاقي طبقة مش باينة موجودة، بدليل استخدميه وحسي ان خلاص انت شايفة قدامك ان مفيش اي مكياج في وشك، خشي هاتي قطنة بغسول الوش بتاعك ودعكي وشك، هتلاقي اثار مكياج، خصوصا كريم الاساس، هتلاقي اثار لكريم الاساس على القطنة. لكن هو بس ما انصحكيش ابدا، لكن هو كمزيل مكياج هو
تحفة تحفة تحفة، ولازم تجيبوه. وعايزة اقول لكم حاجة، انه سعره رخيص جدا. هو في منه العبوة صغيرة، طلع لكم الصورة دلوقتي هنا هتشوفوه، ده مخصص للرحلات زي ما بيقولوا، وممكن تستخدميه. يعني هو سعره رخيص جدا، مش متذكرة 25 او 30 حاجة كده، ده الصغير. لكن ده هتلاقيه في الصيدليات حوالي 130 جنيه، لكن انا جايباه ب 80 جنيه. زي ما قلت لكم كل فيديوهاتي دايما بقول لكم على السعر جملة، ده انا جايباه ب 80 جنيه مش اكتر. ففرق كبير جدا انك تجيبيه جملة ب 80 جنيه وتروحي تجيبيه من الصيدلية ب 120 جنيه، لا فرق كبير قوي بصراحة. يعني 40 جنيه تمن ازازة او عبوة صغيرة كمان، او عبوتين كمان، هتحطي 10 جنيه هتجيبي عبوتين تاني من صغيرة. فانا بنصح دايما دايما البنات تجيب الحاجات دي جملة، جيبوا الحاجات دي جملة. شوفي المكان القريب من بيتك بيبيع الحاجات دي جملة بالقطعة، انزلي هاتي منه. لكن ما تجيبيش الحاجة دي من صيدلية ابدا، لانه بيبقى غالي زيادة عن اللزوم. تعالوا بقى هوريكو بنشيله ازاي، والطريقة ونتيجته عاملة ازاي مع الايلاينر والاي شادو. القطن ده بتاع العينين او بتاع ازالة المكياج، اي نوع يعني، مش شرط الاسم ده، اي شركة كله بيبقى حلو عامة. انا استخدمت كذا نوع بصراحة، اي نوع بجيبه فكله بيبقى حلو وناعم جدا. يعني اي نوع تجيبيه هيبقى مناسب جدا، بس استخدمي القطن ده، بلاش القطن اللي هو بتاع الجروح ده، بيبقى احسن وناعم على البشرة. هوريكم بقى لما احط ايلاينر مثلا على ايدي. هسيبه ينشف وهنرجع له تاني. كمان هجيب الاي شادو بتاعي، هنجيب بقى النوع اللي هو الجليتر، كنت عامله عنه قبل كده ريفيو اهو. بصوا اهو، هنشوف هيشيله ولا مش هيشيله. هسيب ده ينشف وهرجع لكم تاني. سبت الايلاينر نشف، وهنا الاي شادو بقاله شويه على ايدي، ومش محتاجين الاي شادو ينشف، بس هوريكم الطريقه الصح لازاله المكياج خصوصا العيون. حطيت 3 4 نقط مش اكتر. هو طبعا يعني ده كده كتير، انت هتقللي شويه عن الكميه دي، لان القطن بيمتص الميه فبيفرد على القطنه. طيب بصوا، لما تكونوا حاطين مكياج للعيون ما ينفعش تحطي وتمسحي على طول، حطي كده وطبطبي كده على عينك، سيبيه بس ايه لمدة ثواني. شايفين بالطريقة دي، خصوصا مكياج العيون دي احسن طريقة تشيلي بيها المكياج من مرة واحدة، وهيتبقى بس حاجة بسيطة اللي انت هتمشي عليها، لكن ما تقعديش بقى تعيدي وتزيدي في عينك وعينك تلتهب. خلاص احنا كده سيبناه لمدة مثلا 6 7 ثواني، خلاص بعد كده هنعمل كده. بصوا النتيجة، مفيش اي حاجة. دي الطريقة الصح لإزالة مكياج العيون، شايفين. طيب الظهر نضيف، شايفين ده ايلاينر، هي لسه مبلولة، لسه فيها كمية كبيرة، ما ينفعش استخدم وش واحد وارميه. خلاص هنا اهو هطبطب كده، بعد كده همسح، شايفين مفيش اي حاجة. دي احسن طريقة لإزالة المكياج للعيون، خصوصا العيون، لكن الوش بيبقى سهل الصراحة. ده بالنسبة لريفيو جرنيم، قلت لكم على عيوبه ومميزاته، فنصيحتي ليكي تشتريه وتخليه عندك. اي نوع بشرة هو ممتاز ممتاز ممتاز، ويعني لا حلو حلو، يستاهل انك تجيبيه، خصوصا الناس اللي بشرتها حساسه. بس اوعوا تنسوا البينك مش الاصفر، الاصفر اللي هو نص زيت ونص ميه ده لا مش عايزينه خالص، خلينا في البينك. جربوه وقولولي استخدامه ايه معاكو، وجبتوه بكام ومنين، علشان الكل يستفاد. وما تنسوش الاشتراك بالقناة وتدوسوا على الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله الفترة الجاية في ريفيوهات اكتر واكتر. وبس كده، سلام.